سي عمران بسم الله الرحمن الرحيم. من ربك؟ ربي الله. ما دينه؟ دين الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. أين الله؟ في السماء وعلى العرش استوى. هل له معنى بذاته؟ الله معنا بعلمه وسمعه وبصره. لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله لعبادته. ما الدليل؟ قال تعالى قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. ما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله. ما معنى شهادة محمد رسول الله؟ طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وجزر وأن لا يعبد الله إلا بشر. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ العلم واليقين والقبول والانقياد فضل ما أقوله والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. ما هي أقسام التوحيد؟ توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ما هو توحيد الربوبية؟ إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. ما هي توحيد الألوهية؟ إفراد الله بجميع أنواع العبادة. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ إفراد الله بجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ما هي شروط قبول العمل؟ الإخلاص والمتابعة. ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هل يعلم الغيب أحد سوى الله؟ لا يعلمون في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ما هو مصير الموحد العاصي من القيامة؟ تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. كم هي مراتب الدين؟ ثلاثة مراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان. ما هو الإسلام؟ الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ما هي أركان الإسلام؟ أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ما هو الإيمان؟ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. أحسنت. ما هي أركان الإيمان؟ أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ما هو الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من هم الملائكة؟ الملائكة عباد لله مخلوقون من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سكت. ما هو الذنب الذي يغفره الله؟ الإشراك بالله. ما الدليل؟ قال تعالى إن الله لا يغفر أي شرك به. ما هي أقسام الشرك؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ما هو الشرك الأكبر؟ هو ما يحبط العمل ويخلد صاحبه في النار كالذبح لغير الله. ما هو الشرك الأصغر؟ هو ما لا يحبط العمل كالحلف لغير الله ويسير الرياء. من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ هم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ما هو حق المسلم على المسلم؟ إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعود، وإذا مات فاتبعه. أحسنت أحسنت أحسنت. ما منزلة الشهادتين من الدين؟ لا يدخل العبد الإسلام إلا بهما. ما هي عقيدتنا في القرآن؟ كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ما هي عقيدتنا في الصحابة؟ عدول الانتقاد، أفضل الناس بعد الأنبياء، نترد عنهم ونسكت فيما شجر بينهم. ما هي عقيدتنا في الأنبياء والرسل؟ نؤمن بجميع أنبياء الله ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن له. ما هي عقيدتنا في اليوم الآخر؟ نؤمن بعذاب القبر ونعيمه وسؤال المنكر ونكير والعرض والحساب والصراط والميزان وتطاير الصحف والتواب والعقاب. ما هي عقيدتنا في القدر؟ نؤمن أن الله تعالى خالق كل شيء وعالم به قبل وجوده، الخير منه والشر ليس إليه. ما هي عقيدتنا في ولاة الأمور؟ السمع والطاعة لهم في المعروف والحج والجهاد معهم والنصح في السر لهم والدعاء لهم بالصلاح والمعافاة. ما هي عقيدتنا في المسلمين؟ الصلاة خلف كل بر وفاجر، وعلى من مات منهم ومن دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. ما هي عقيدتنا في الولاء والبراء؟ الولاء لله ورسوله وللمؤمنين، نولي عباد الله المؤمنين ونحبهم وندافع عنهم ونعادي أعضاء الله الكافرين ونبغضهم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما
ما هي عقيدتنا في الكتب السماوية؟ نؤمن أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كتب سماوية، والقرآن ناسخ لها جامع لما تفرق. أحسنت يا فتى. من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره وباطنه، واجتمعوا عليها وحاربوا البدع وحذروا منها. ما هي عقيدتنا في الجنة والنار؟ نؤمن أنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدا. الجنة دار المؤمنين والنار دار الكافرين. من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره وباطنه، واجتمعوا عليها وحاربوا البدع وحذروا منها. ما هي البدعة؟ البدعة كل قول وعمل واعتقاد خالق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو دستور الأمة؟ العمل بالكتاب والسنة الأفهم سلف الأمة. كم عدد شعب الإيمان؟ 70 شعبة. أعلى قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة الإيمان. أحسنت. أين ولد النبي عليه السلام؟ في مكة المكرمة. إلى أين هاجر النبي عليه السلام؟ إلى المدينة المنورة. كم عدد غزوات الرسول؟ 27 غزوة. من هم أبناء النبي عليه السلام؟ القاسم عبد الله إبراهيم. من هن بنات النبي عليه السلام؟ رقية أم كلثوم فاطمة زينب فاطمة. من هم الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب. ما هي أركان الصلاة؟ القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع من السجود، الطمأنينة، الترتيب، التشهد الأخير، الجلوس له، الصلاة على النبي، التسليم. ما هي شروط الصلاة؟ الإسلام. الإسلام، العقل، التمييز، رفع الحدث، إزالة النجاسة، ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة، النية. مرحبا.